نحن في أسوأ لحظة في تاريخنا من يوم وجدنا حتى اليوم، وفي أخطر لحظة في تاريخنا من يوم وجدنا حتى اليوم نحن العرب. أنا متفاجئ جداً أنه ما حدا حكى عن النووي الإيراني. موضوع الساعة في العالم كله الآن النووي الإيراني. النووي الإيراني بتعرفوا لمين موجه النووي الإيراني؟ على روسنا نحن. أمريكا بتحكي كل يوم بالنووي الإيراني، الخمسة زائد واحد أوروبيين. إسرائيل بتحكي، العرب ما حدا بيحكي. وهذا السلاح النووي الإيراني مصنوع لهذه الرؤوس، مصنوع للعراقيين والسوريين واللبنانيين، ومصنوع اسمعوني منيح لمكة والمدينة. النووي الإيراني مصنوع ليضرب مكة والمدينة، ليضرب قطر، ليضرب الإمارات والسعودية، اللي أنا مختلف معهم جذريا، ولكن بمواجهة الخطر الإيراني لا بيصير موضوع تاني. إيران خطر لا مثيل له. مر على بلادنا 23 احتلال، 23 احتلال أجنبي، لم يمر علينا مثل الاحتلال الإيراني أبدا. في سوريا الآن في 10 جيوش أجنبية. أنا أتابع الأخبار يوميا، أسجل كل يوم كل ما يجري في سوريا وفي المنطقة كل يوم. ولا مرة ولا واحد إيراني ولا حزب الله لم يتصرف ولا مرة واحدة تصرف إنساني مع السوريين، ولا مرة واحدة. في سوريا 10 جيوش أجنبية، من بينات الجيش الإسرائيلي والأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي والروسي. الروسي مثلا بيدعم النظام، الإيراني يدعم 40 تنظيم. الإيراني يريد تفتيت سوريا، تفتيت وتمزيق الدولة والمجتمع، وفعل نفس الشيء في العراق ويفعل نفس الشيء في لبنان. لبنان ما عاد دولة بسبب إيران، ما اسمها دولة لبنان الآن، وما عاد ممكن لمه. وسوريا على الأرجح ما عاد ممكن ترجع دولة مثل ما كانت، والعراق على الأرجح لا يمكن أن يعود دولة كما كان بسبب الإيرانيين. يفتت الدولة والمجتمع ويضع فيه علل وأمراض يستحيل لمه بعدها، وهذا اللي صار بالعراق واللي صار بسوريا واللي صار بلبنان واللي صار باليمن، رح يصير بالسعودية ورح يصير بالأردن. الهدف القادم هو الأردن، ورح يصير في مصر، ورح يصير في كل مكان تصل إليه يد إيران. فإذا واحد أرجوكم ما تنسوا النووي الإيراني، لأنه هو مسلط عليكم علينا. وتانيا لا تنسوا أبدا أنه لم يمر علينا من بين كل الاحتلالات من 12 ألف سنة غازي وعدو مثل العدو الإيراني.